معنا من القاهرة مراسلنا أحمد مهران. أحمد أهلا بك. إذا ما هي المعلومات المستجدة بخصوص هذا اللقاء المفترض بين الوفود غدا في المسار الدستوري في القاهرة، وهل هناك ارتباط أو ثمة ارتباط بين هذا المسار ومسار بوزنيق؟ نعم مروج، ثلاثة أيام متتالية من المباحثات بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة وبحضور أعضاء هيئة الدستور. هذه المباحثات تتركز بشكل أساسي على المسار الدستوري وكيفية دعم هذا المسار وصولا إلى عقد الاستفتاء على مشروع الدستور الليبي، ومن ثم عقد انتخابات برلمانية ورئاسية وفقا لهذا الدستور، والمضي قدما في المرحلة الانتقالية بحسب مخرجات مؤتمر برلين. هذه النقاط ستكون حاضرة، بل هي الأولوية ستكون هذه النقاط على طاولة المحادثات التي سوف تبدأ غدا في القاهرة بين الأطراف الليبية، وتأتي بعد أيام من المباحثات التي عقدت في مدينة بوزنيقة المغربية والتي انتهت إلى تفاهمات مهمة أيضا بشأن معايير اختيار المناصب السيادية في الدولة، وهو ما يعني أن المرحلة المقبلة ستكون حول الأطر السياسية والدستورية للحل الشامل للأزمة الليبية وكيفية يعني جمع وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين على الصعيد السياسي والدستوري، وهو ما يأتي بالتوازي أيضا مع التحركات الإقليمية في مصر تحديدا بعد أيام من انعقاد المؤتمر المباحثات التي عقدت في الغردقة المصرية بشأن المسار الأمني والعسكري، حيث جمعت هذه المباحثات وفود عسكرية وأمنية من الفرقاء الليبيين من الشرق والغرب لبحث بعض الترتيبات، وانتهت أيضا إلى توافقات مهمة أبرزها الاتفاق على وقف التحريض الإعلامي والإفراج عن المعتقلين الذين تم إلقاء القبض عليهم في المواجهات الأخيرة. شكرا جزيلا لك من القاهرة مراسلنا أحمد مهران.